مشاهدي الاخبار على النايل لايف، لينا لقاء خاص وحصري مع الفنان حسام الجندي، اتكلم معانا عن دوره في قهوه بورصه مصر، كمان اتكلم معانا عن تعاون الابطال داخل العمل واللي كان شايفه انه بشكل مميز جدا. تعالوا نشوف قال ايه وتحديدا كل تصريحاته الخاصه والحصريه لينا، ونرجع لكم من جديد. جديد في دوري ان انا بقدم شخصيه الشاب اللي في الحاره بشكل يليق بالحاره اللي احنا متعودين عليها، مش بشكل وبيحارب البلطجه، ودايما هو في حرب مع العلم والفكر. فهنشوف في الاخر البلطجه ولا العلم اللي هينتصر. والله العظيم انا من حاره شعبيه، انا من امبابه على فكره، وما شوف يعني بيبقى فيه واحد اتنين بس بيبقى بيحمي المنطقه، ما بيبقاش بلطجي عليهم يعني. مش فكره الفتوه دي مش موجوده يعني، مش عارف نوع بقى تجاري، بس هم يطلعوا الصوره دي والمفروض احنا بنطلع صوره تانية، يبقى فيه صراع يعني انا دوري ان انا اطلع صوره مختلفه. ان شاء الله انا مقدم صوره مختلفه، ان شاء الله هتبقى مبسوطه بالفيلم. ان شاء الله السينما اللي جايه هنرجع ننتج 100 فيلم زي زمان، ويبقى تاني دخل في مصر بعد القطن. كان زمان السينما هيبقى تاني دخل في مصر بعد قناه السويس والسياحه. ان شاء الله السينما مش صح، هايل، مفيش مستوى فني قليل. والنجوم يعني ايه النجوم مختفيه؟ احمد السقا مش نجم، محمد رمضان مش نجم، هو اختفاء بس. الاستاذ عادل امام والاستاذ يحيى الفقراني عامل عرض مسرحي عظيم، روح اتفرجوا عليه. الاستاذ عادل هيبقى موجود في موسم رمضان اللي جاي، وهاني سلامه كان موجود، واحمد السقا كان موجود، محمد رمضان كان موجود، دينا الشربيني موجوده، ياسمين عبد العزيز، كل دول نجوم ومش موجودين. مي عز الدين، لا ربنا يبارك يا رب ويزيدنا.